العمليات الحسابية، العمليات الحسابية نقدر نعملها بأكثر من طريقة. فتعال نشوف هذه الطرق. فنقول arithmetic dot sh. فعندنا جمع طرح ضرب وقسمة، هناخدها باستخدام ال positional parameter. فنقول s$1 s$2. فنبدأ ب sum. فنقول let sum equal s$1 plus s$2. بعدين subtract equal s$1 minus s$2. Let multiply $1 اوكي. السم 11، السبتراكت ماينس 1، الملتبلاي 30، والديفيجن 0. طبعا الديفيجن هو قسمة الأعداد الصحيحة، فخمسة على ستة فيها أقل من الصفر، عفوا أقل من الواحد، هي تقريبا صفر. فنجرب ال الآن هعيد كتابة الكود ولكن بطريقة أخرى باستخدام الإكسبريشنز. الإكسبريشنز ممكن أقول sum equal و expression s$1 plus s$2 sub equal expression s$1 minus s$2 multiplication equal s$1 $2.
والديفيجن. طبعا المالتيبليكيشن لابد تعمل اسكيب للكاركتر لانه الاكسبريشن ما بتاخذ العملية ككل، وانما تاخذ كل انبوت لوحده، فتحتاج تعمل اسكيب للستار او الاسترسك. طيب ألاحظ نفس النتيجة ولكن بطريقة أخرى. طيب الآن ممكن أعيد نفس البرنامج ولكن بطريقة الـ double bracket أو الأقواس. فممكن أقول أعطيني نفس البرنامج فالآن أعدل هذه وأقول هذه هعمل لها replace ب S دولار و قوسين. لا، عشان أبدلها كلها مرة واحدة ممكن أعملها بهذا الشكل وأقول replace نلاحظ الآن عرفتها كلها المتغيرات ولكن وضعتها ما بين أقواس. فنحفظ والآن شغلنا البرنامج وأعطيناه الصلاحيات. فلاحظ هذه الثلاث برامج الآن ممكن لو شغلتها مع بعض فهذه هي البرامج. لاحظ الاختلافات فيما بينهم، كلها بتعطي نفس النتيجة. انت بتعرف الاكسبريشن او العملية الحسابية بطريقة مختلفة، اما باستخدام الليت او باستخدام الاكسبريشن او باستخدام الدبل براكتس.